في إطار تطوير الأوضاع الاقتصادية عقد مؤتمر نحو شراكة فعالة وعادلة بين إشراك القطاع العام بالخاص، وكان لنا حوار مع هؤلاء المسؤولين. مسؤول الشركات العاملة في القطاع العام، أنت قدامك كذا نوع من أنواع الشركات. في شركات ربحانة وعايزة تتوسع، فدي بنزود رأس مالها في السوق وبنبيعها. إذا كان عندها أصول ومش محتاجين احنا الفلوس بسرعه بتاعتها، الشركه حلها مستقر، بقدر اخش في شراكه. بدل ما ابيع لك حته ارض على البحر او على النيل واخلص منها، لا، انا بخش معاك كقطاع خاص في تنميتها كلوكاندا او كمستشفى، وبخش فيها بالشراكه. هي دي المشكله اللي بين الشباب وبين الدوله، ايه؟ ان احنا لازم نوفر فرصه نجاح للشباب، والحكومه بتدور على فرصه عمل للشباب. مش قادرين يعني يستوعبوا ان الشباب النهارده بقت طموحاتهم وحياتهم بقت بيفكروا بطريقه اعلى مننا. فالمفروض ان الدوله تحتضن فرصه نجاح مش فرصه عمل. ام صاحب فرصه النجاح يحتضن 1000 فرصه عمل، دي ما فيهاش مشكله. اوان ان يتكاتف الجميع، قطاع عام او قطاع اعمال عام او قطاع خاص، للنهوض بالاقتصاد المصري، وده فرصه لتلاقي الرؤى وحل المشاكل المشتركه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، تحقيقا لانطلاقه اقتصاديه كنا بنرتقي بها كمصريين. الشراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام في ساطع النعماني الله يرحمه مات النهارده. ساطع النعماني كان نائب رئيس او نائب مأمور اسم ولاية الدكرور، وطلع يتصدى لإرهابي الإخوان اللي كان